فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المستوردة عمر 4 سنوات فأكثر للخيل التي لم تربح والتي ربحت من سباق إلى 3 سباقات في شوطنا الأول من علامة 1800 متر على بركة الله تعالى والتقدم لتاريخ الآن في المقدمة من الداخل كما نشاهد جميعا تاريخ نايف فيحان بن فيصل المنديل مع بداية انطلاقة هذا الشوط مع محاولات أشاهدها لكلتفار الآن للتقدم وفعل شيء في المشاركة الثانية له في سباقات الفروسية السعودية لسمو الأمير جلوي بن سعود بن عبد العزيز مع محاولات كذلك لأزيف والمحاولات تأتي من بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط دولفينز دريم يحاول الآن التقدم لعبد العزيز معلة السهلي مع محاولات الآن للحفاظ على المقدمة من تاريخ بقيادة جوسي بيتي الآن مع المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات مع محاولات كذلك من بقية الجياد المستوردة في هذا الشوط لفعل شيء وأشاهد الآن جوسي بيتي يلاحظ الجياد من خلفه ويتقدم بقيادة تاريخ مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات ومحاولات من البقية الآن للدخول وخطف المركز الأول من تاريخ بونتو مونيوم يحاول مع المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم والتقدم لازال لتاريخ الآن الدخول من بونتو مونيوم المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يتقدم بكل قوة لإسطبل الشاكرين بقيادة روبرتو بيريز في هذا الشوط الشوط الأول أول الأشواط في الحفل 58 إذا بونتو مونيوم يتقدم الآن بكل قوة ويحافظ على المركز الأول مع محاولات من تيكت توبرادايس في المركز الثاني وبونتو مونيوم ألف مبروك في المركز